السلام عليكم. شاهد ما قاله والد الموزع الموسيقي ميلا كولومب عند قبرها اليوم وجعل الجميع يتأثرون ويبكون. تابع الفيديو للأخير. أنا نعزك ما كاش نعزة واحد في هذه الدنيا يتابرك تبغيك با نموت عليك با نموت عليك وخبشني وقال لي بارك سامحني. قلت له ولدي كيفاش ماني سامح لك؟ انتوما كاع كيما راكم راني شهدكم باللي هذا عامل ولدي انا باباه راني سامح له راني سامح له الدنيا واخيره وراضي عليه وتعود الخير تاعي دايما وراه وراني نقول يا ربي ارحم لي ولدي يا ربي ارحم لي ولدي يا ربي ادخل اغفر له ذنوبه يا ربي تفتح تفتح راني معاه انا باباه راني معاه ويكون من اهل الجنه وانتوما اللي ساهمتوا انتوما اللي ساهمتوا.